حصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في شهر مارس آذار بعد حصوله على 80% من الأصوات في استفتاء الرابطة. ونجح صلاح في حصد اللقب للمرة الرابعة هذا الموسم بعدما سجل 6 أهداف في 4 مباريات بالدوري خلال هذا الشهر، بما في ذلك 4 أهداف ضد واتفورد في ملعب أينفيلد.